بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبريان كي أولد ديبيني تفسير أغرتني درس تفسير الرافع النو درس تينا ديقدمي سدي تفالة سورة بقرة آيات إبا في سغلتمي توك آيات إبا في سغلتما كي ستي آية أسدورة ترتي إبرت الآمنة آيات إبا في سغلتما ربين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين والكافر كايسنين لولن سنين لولا دانغا اتنتلينا ور دانغا تري ربي هنجالة تجد آيات تنكيستي واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم جتان إسانين لولا إسان الجيسة بكم إسان أقرتنيت حيث ثقفتموهم جتان مالي حيث لقيتموهم بكم إسان أرقتنيت إسانين لولا ور كافرة ور دين ربي الرئيس اندوك يكان وأخرجوهم إسان باسا أما اللي من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من مكان الذي أخرجوكم منه بك إسان الرئيس باسا انتنا إسن اللي باسا بك إسان الرئيس نيس مكة الرئيس ور مؤمنة أجي كيسة إبادة قولوا دعوة وفي ديم ستشو الوقني أجي الرئيس والفتنة أشد من القتل والفتنة الحاصلة بسد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل فتنة جتشون ركو إسان أقرتني دين الرانم مسلمة الأقو كفر التنام دي بسوسنتو أشد من القتل دو الرئيس الجبات أعظم من القتل فتنة إسان دلقن كور مؤمنا دين الرادي بسن سنتو إلى ربي انبرت قدو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إسنين إيقلنا مسجد الحرام انبرت إسانين لنا حتى يقاتلوكم فيه هاقا إسان إسنين لنا للا إيقلنت ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له مسجد الحرام درجاك أبا ربي تو إذا كيست نفسي باسو إذا كيست لول حرام أقول إذا كيست لول أنين إيقلين أيزين حتى يبدأوكم بالقتال فيه حتى يقاتلوكم فيه جتان هكا إسان إسنين لول أنين إذا كيست فإن قاتلوكم يو إسان إسنين لول معنى كان أماري فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام مسجد الحرام إن كيست يو إسان لولا إيقلا فاقتلوهم إسان لولا سني قالت إسانيت كذلك جزاء الكافرين ومثل هذا الجزاء جزاء كناكل وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء يكون جزاء الكافرين جزاء ولا رب التكبريت يا ججو آيان إبا في سقلتمي لما فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا جتمال يو سيرمني فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم إسن الله لو يود إيسان كفري وفي يود إيسان فانتهوا عنه إسن الله إيسا إيسان الرا يو إيسان قبدي وفي كان إيسان تاتي إيسان الرا إيسا فإن الله غفور رحيم إن الله غفور لمن تاب
ربي إنما يسدي ديبي يوم مشرك الليته يوم كبير الليته نما يسدي ديبي ربي إني أرارم غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة ذنبي إساني تترتف ربي إساني قبل نما توبت ربي إساني قبل رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة أما لربي الرحمة إساني قول ددف إساني قبل ججم آيان التانت آية الإبا في سقلتم إسدي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم سد عن سبيل الله حتى لا يكون فتنة وقاتلوهم ور كافرا كنان للا ور كفارا كنان للا حتى لا يكون فتنة فتنة عن دين الرانم الأوغن كفرين سنها قنطان تك ويكون الدين لله ويكون الدين الظاهر دين الله دينان أقرتني فبيان دين ربي أقرتيت فإن انتهوا يو إسان سير من كفري وفيسا نرى نما دوقو كرا ربي إرى كسير من تاتي فلا عدوان إلا على الظالمين فاتركوا قتالهم إيسا إسان للينا ما ليفي فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله دين من هنجرو نما ظالم أقرتني ربي تكفري في كلا ربي إرى نما الأقمالي يو إسان إرى سير من إيسا جي ربي آيان لبا في سقلتمي أفري الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام جيني حرام جيني ربي سكيس ست والأجيس نفسي باسو حرام أقول الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة عام سبع جيني حرامك ربي نسكيزت إسني لا فيسي حرام سينتن عمرة وفر هذا لا يدنقاف وقات ربا عمرة قيستن سيبر إسلام رسول أولين عليه الصلاة والسلام إن جيني حرامات بالشهر الحرام هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم عام ست إني بكى إسني بيجرى جاء قافة وقاء قرتني أجدرا جاء حرما كيست ورّ كافرا سينو إسن دوق قنبك إسن ويجرا معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام جدشو قال جيني سكيس عمراء قوتن كترباكوني بك جاء قافة وقاء أجدرا ورّ مشركا إسن دوق كا وقاء جحاسن والحرمات قصاص والحرمات قصاص حرمات يجا ونّي حرمات قبو كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام حرمات جد شمال حرمان لنتمي أكا قند حرما قند أقرتني بلد الحرام والشهر الحرام يا كيستي حراما أما اللي إهراما كيسي لا تكمرتن حرمات إذا كان مال جعل ربي والحرمات قصاص يجري فيه القصاص من المعتدين إذا كيسة قصاصة تجرى والفكات جدت إسا أقرتني والفكات والحرمات قصاص يتجمل حرماني والفكات كجي حرما كيس كبوي يقام اللي أقرتني بي حرما كيستي كهراما كيستي يكوني والفكات يجري فيه القصاص من المعتدين أكم إسان دلقاني إرد لأيدا جزاء إساني إردت يا إجدت فمن اعتدى عليكم نما إسن إردت دانقاتري فاعتدوا عليه إسن الله قسمة جزاء سادية بها فعاملوه بمثل فعله أقمد لقاء سادة جزاء سادية بها فمن اعتدى عليكم من الجمال نمدان قائسين الردتري حرمك أنا كيست حرماتك أنا كيست
بيا حرمة جاء حرمة إهراما كيس الدان قا إسن الرتري فاعتدوا عليه إسن الله الرت دان قا ترتني معنا كنا مالي أقسم الجزاء إسا ديبيا بمثل ما اعتدى عليكم أقم إسا مثلي فكين إسا ديت ولا تتجاوزوا حد المماثلة لكن كإساني سني والفكين سمالي دان قا إرهن ترينا بمثل ما اعتدى عليكم جتشان أقم إسان دان قا إسن الرتري واتقوا الله ربي سدالة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله جت مال خافوا الله ربي سدالة في تجاوز ما أذن لكم فيه والرب حي ما يزني يقول لك أنا رتلوك يا ست ربي سدالة إن رمتنينا واعلموا بك ان الله مع المتقين ربي ان ولنجرا جبين وفيت جبسون خير يكيسن دلك انسان لا فيسن ان ولنجرا والرئيس صدات ولنجرا ربي ايان ندبا في سغل تمشني وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين ربي كانك وانفقوا دنياتي سنكن الله في سبيل الله في طاعة الله من الجهاد وغيره طاع ربي كيسة جهادة يوان بلات دنيا تيسن كندا ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلقة ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك نفسي كيسن انقر هلاكات وفين دربنا وفين بلسنا مال بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله جهاد ليسون دنيا كرا ربي تتكنتشو لابون وفين بلسنا نمني هو جهاد الإيسل يو دنيا وفي كنتشو لابلي هنا لكم أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم وان سبب هلاكك السنيته اللي اتفدر بتاني وفين بلسنا واحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم وان قاري دلقى عبادات يسن كيستس دلقى لما ولين دلقى دن كيستس عملك يسن أقرتني قاري تون الله وان قاري دلقى إن الله يحب المحسنين ربين عنون جالت ورطلتو دلقى جالت واني وان قاري دلقى ربي جريف وان ملك يستو أجري إنما سنيق لنما وان قاري دلقى سن آياني لبا في جها سقلتمي جها وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ربي كأنك جد وأتموا الحج والعمرة لله أدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله حجي في عمره قيف فدا قوتما قيف فدا فول ربي اتبار بادوف واتم الحج والعمرة لله قوت الله حجي في عمره فول ربي اتبار بادوف وين حصرتم يون اوقمتن اسي قوتتشو الرايو وايسن اوقن معنا فين حصرتم جد جمال فإذا منعتم من اتمامهما بمرض او بعدو سببات بيت يو كان دين إسن دوغة قوتتشو مالتو إسن رجل ره فما استيسر من الهدي فعليكم إذا بما تيسر من الهدي وان دن دي توليق الرقلة قالته هوريته رئيته لتحللوا من إهرامكم إهراما كيسن الرعي كتشفوها قلة معنى فما استيسر من الهدي يتشوان إسن لافقلتن بكم سنك قلتن
إيه سبك الأوقم تنسني قلتن جتشو عمرا في عجي إيه قلتني يو الأوقم تنسابان وكباتي يوكا سببا دين إيسن أوقوتين حجي في عمرا سنجيفتشو ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد يمهلا ولا تحلقوا رؤوسكم جتشمالي متاكس سنين هادتنا همورتنا اللي حاجة يومت يو حجي في عمرا إيه قلتن حتى يبلغ الحد يمهلا حاجة أجر تاني حد يوريني أوفتن كوني بكسي وفي جيوت قالوا فإن كان ممنوع من الحرام فيهثمني يو حرام الراكة الأوقة متاد بكما الأوقة مساني الكلام حاجة إني أتشي جيوت إسنين كالينا يو الأوقة متملي فمن كان منكم مريدا أو به أذى من رأسه نمني دكوبك أبو فمن كان وصوصاً انجن ندرت وريغا كيساً انقلنا حقا بك وفيغا يتجا جنكو نمال حرام كيسات مالي ويانا حري غاف أغرتني عيدا سنقلن وما بعده من أيام التشريق غاف نقلن بكين اتقلن اللي من حرام اتقلن أيام التشريق أغرتني ويا غاف عيدا إراكاساني أيام التشريق ويانا عيدا ويا غاف قلني تهجير أيام التجريك ويا غافة كنا توكو كنا لما كنا سديد حاجة إن ده تقول تنقلنا يود أقم تملي يود أقم أنا مو بكم سنيد تقلن بكم الأقم سنيد فمن كان منكم مريضا أو به أذن نمني توكو يود أقم ستعمو يو كم متى إسائر أو به أذن من رأسه متى إسائر فين سير سائر رامون غرا غرا إرجلات تهنجران أزا إساقود يو كان أقم ستعمو مالغول فحلق رأسه سببا وان لقب ستي سنيف متى في عدد رامو متى إزادت قدت زني متى في عدد ففدية إسر مال تجرى رفدية تجرى وقالت إسر جرى فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه وعليها يفدي عن ذلك سنر مال درقر فدية مال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إسر رمال تجاره إما بصيام ثلاثة أيام يوخا قويا سدي صومت إسر رجرا كسببا أغر تنيركو متى إسر رجروف متى هذا تزني أو بطعم ستة مساكين من مساكن الحرم يوكان مسكين جحن أجي سور مسكين حرماء إرى أو بذبشات توزع على فقراء الحرم يوكان رأيك عليه مسكين حرام إرفون يسيقون نسوك جاتشون قلم نمنا ما متى إساء إرقون جيرو سببا متى إساء لكوبي يوكارم مغولة إساء جنكين مال قلوك أبا متى هذا تيو جدي سببا سنين مال تو إساء رجرا سوما سوم تو إساء رجرا سوما سوما قويا حقم سوما قويا سدي سوما يوكان امو صدقاء اغرتني مسكين جهن اجس يوكان رأيك علي مسكين حرماء الرقود نسوك جتشان قلم فإذا عمنتم يونقاك أبادتني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن كنتم غير خائفين كواتك صدا وهي انقبن ايقس يا امو فمن تمتع نمني اغرتني تمتع قولي استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج أشهر الحج انكست عمرة وليك إيقسي حج هيدو فمن تمتع بالعمرة استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه بسبب الإهرام وانسلا إني حرمته في سرت حرامته زن اتدي بأي ستكنني إلى أن يحرم بالحج من عامه إلى أن يهرم بالحج من عامي هذا أغرتني حرمتت وقمسا جي حجي سن كيس عمره قولي إيقسي وقمسا حجي مسن حج جي حجي جتشون جي شوال ذو القعدة وقياك ولنزل حجة إراتي نمني قويا سن كيسة أغرتني عمره قولي مالتو إسر رجل إن الليك ألمتو إسا قبط فما استيسر من الحج فليذبح ما تيسر له من شات
أو سبعي بدنة أو سبعي بقرة واني إسر رجل مال صومت إسر رجل إلا قلمة إسر رجل صوم درو مال ترجل فما استعزر من الهد قالوا قبا رأيتك قال يوكي إنما تربا ولت قال قال يوكا نما تربا ولت هوريتك قال فإن لم يستطيع يتشا يوسن دندهن قلمة كان فإن لم يقدر على الحد فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلا منه ويا قاف هجي كيس سجرو كان ويا قاف مناسك قاف أغرتني مناسك كيس سجرو كان ويا سدي صوم قبا فعليه صيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج حجي كيس ويا سدي صوم وسبت إذا رجعتم أما اللي تربا مو ويا تربا يوك أوفيت ديب إذا رجعتم قال ورا وفيتي وديبي ويا تربا سوما تلك عشرة كاملة سني وياك الأنقوت يا ربين ذلك التمتع ما وجوب الهدي أو الصيام للعاجز يعني الهدي هو إنه في سني أما أجرتني أكمل أجي كانت نم نجي هجي كهزت أم راقول وان سلافك على يوك ألم أجرتني أجرتاتي فإن لم يجد هندن دين نتات فلم يقدر ولم يستطي فصيام ثلاثة أيام في الحج حجي كيسك ويا سدي سومي وسبعة إذا رجعتم أما اللي حجي إرى إقور وفي تدي بي تربة سوم وللرد أقم تهدري تلك عشرة كاملة إنو في كوني ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام كون إنو في ورى مسجد الحرام إن كيسة هنجر في ورى على جروف ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ورمان نساء حرام كيسة تنتين ورهرما ورن يكون يسر جروف انجرو ذلك التمتع ما وجوب الهدي أو الصيام للعاجز يعني الهدي هو لغير أهل الحرم هديين أما جنك المسوني يوكا يوك المدلب سومون سنقيا كلا إنوفي لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم ورى حرام كيس جرو في ولا والله حرام أجرو كنتهيني وأما أهل الحرم ومن يقيم قريبا منه فلا يتمتعون إلى الحج ورى حرام كيس جرو في واري أقرتني والله هرماجر والنئسان تمتوا هجيك يستطيق ولاني فنجر لأنه لا حاجة بهم إلى ذلك هجاوهيتوا التنقبن هجاوهي كإسان التوام تنجر فهم لوجودهم بالحرم يتمتعون به دائما إسان إرو مرا حرم مربي كيسجراني إسان كذي مرا إسمتك لنيان مليكن أقرتني إنو في ورع على نفة ورع الله هرمان تيني ورع أما اللي حرم كيسة تيني ربين واتقوا الله ربي ان سودان لجل واتقوا الله باتباع ما شرع والرب كراغ ولكن جل ديم ربي سودان وتعظيم حدوده دانغا ربي كبجون ربي سودان واعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا بك ان الله شديد العقاب لمن خالف امره ربي كبر ربي جبدنا مع امري ساكلف تايو كان بك يا ربي آياتوني أما قرانتوني واني الرافون النمالين آيات الإبافي سغلتمي تقرهاك الإبافي سغلتمي جها قراني واني آياتو قرانتنا الرافون النمالين مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه واني جهاني كراغو الأميه مال التفنم مرتي ربي كينتايو أما اللي وان حق ارغايو نما دوغوسن كرر راديم سيسو نما جيسو جالچوميت ديغ نما جيسو جالچوميت حكم الرب هاتايو والرب حكمه حكم وجچوفي ورغفو اگرتني حق ارغايو نما دوغوسن كرر راديم سيسو اما لي وني ايتو تقراني تن رافل انو مالين ترك الجهاد والقعود عنه من اسباب هلاك الامه جهاد ديسون جهاد الرتاون سببا أغرتني حلاك أمتك نادي ولا تلقوا بأيديكم للتحلق يا ربي لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها سنمال تيري لا فين أمتها تيفي دين إنما خجيلو تكيس جل أما اللي آياتو تمك ألاني تنكيس واني فلأنو مالين فايدان الرافو لأنو بوان الرافو لأنو مالين هدو سنرة وجوب إتمام الحج والأمرة لمن شرع فيهما نمني حجي في عمره يو ايغالي سو سنو ماني لك ايغالو تاتي
بوتون إسرت دركم وجواز التحلل منها أما اللي أقرتني وجواز التحلل منهما حج في عمراكنا الراهيكة مالين بذبح الحج حد يقلون إن نمني دوغمي هو حد يقلي جري هيكة بكما دوغمي سنتك عليه أجمت الآبة تجيشو أجمت هيكة تجيشو هيكة نساء أجمت عليه أكما غافه ديبيا رسول الله درقان درسين تينا تدقدمي سدت فالي أسيت الآبة ورى كلام ربي سفيد ربي نحاتا جزو وروان لقه في وولدت مكانت توجته ربي فقرتني إخلاصا دلقه ربي برا من دار قط ربي نحاتا جزو اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.